بقول لك يا ميدو، نعم، انا عايزه طريقه فعاله وتكون من الاخر لمنع اي اعلانات مزعجه تظهر لي على التليفون. في شرح اليوم هعرفك ازاي تمنعي جميع الاعلانات اللي بتظهر لك على التليفون، سواء كانت من التطبيقات او حتى داخل المواقع. طيب قبل ما نبدا ونشوف شرح اليوم، لو حضرتك اول مره بتشوف قناتنا على اليوتيوب، اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناه وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها مع حضراتكم مباشر، هنفتح الضبط، ومن الضبط هندخل على الاتصالات، ومن الاتصالات هلاقي حاجة اسمها المزيد من ضبط الاتصال، وبعد المزيد من ضبط الاتصال بلاقي حاجة اسمها DNS الخاص زي ما حضرتك شايف. طيب الكلام ده في اي تليفون اندرويد، يعني لو حضرتك مش عايز تلف اللفة دي كلها بتفتح الضبط او الاعدادات، هنيجي في البحث من فوق هنا هنبتدي نكتب DNS بالشكل ده واعمل بحث. بمجرد بس ان انا بكتب DNS بتظهر معايا، لو ضغطت عليها هوصل مباشر لنفس المكان اللي انا كنت فيه. هضغط مرة كمان على DNS، هتظهر لي ايقاف تشغيل تلقائي اسم مزود DNS الخاص. بضغط على اسم مزود DNS الخاص وبنبتدي نكتب الكلام ده، اهم حاجة ما يبقاش فيه www، بيبقى فيه كده dns.adguard.com واعمل حفظ. وبكده مستحيل تشوف اي اعلانات سواء داخل التطبيقات او داخل المواقع. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة، ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك، اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.